اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات البيانو. الحلقه دي هتكون اخر حلقه في الكورس الاولاني ليفل 1 يعني في البيانو. هناخد حاجه مهمه قوي. احنا دخلنا في الحلقه اللي فاتت في الكوردات اللي هي الايه الكوردات العاديه كده، يعني كام كورد كده ماشي بيه ايدين. النهارده هناخد بروجريشن مهم جدا ومستخدم جدا، هم اسمهم فور سبانيش كوردز. هنشوف بقى يتعاملوا ازاي. كورد اسمه اي ماينر، وكورد اسمه جي، وكورد اسمه اف، وكورد اسمه اي. هنشوف ازاي نمسك الاربع كوردات مع بعض وممكن نعمل منهم ايه. وكمان بعد ليفل 1 بقى من البيانو ده هبتدي بقى خلاص في كورس التوزيع الموسيقي، فعايزكم بقى تستنوا الكورس بتاع التوزيع الموسيقي. هتلاقوا فيه شويه شغل حلو، وهقول لكم ايه بقى المتطلبات اللي يعني اللي تقدر تجيبها عشان تكون موزع موسيقي وكده. المهم نعرف بس التكنيك وال يعني والحاجات دي. طب حد يسالني بقى مثلا هو كده خلاص اعرف اعزف بيانو يعني؟ اه تعرف تعزف بيانو، بس يعني حسب الليفل اللي انت فيه. انت كده خلصت ليفل 1 اللي هو بتعرف تقرا النوته، الاساسيات بتاعت النوته، وتعرف كام كورد كده تمشي نفسك بيهم. الليفلز اللي جايه هتكون بشكل اصعب شويه. هنجيب مثلا اغنيه ونجربها بالنوته نشوف عامله ازاي، ناخد كوردات اصعب شويه وفيها تكنيك. فيبقى الليفل 2 هيكون ليفل اصعب شويه من ليفل 1 عشان نقدر بقى نمشي صوابعنا ونعرف النوته بشكل افضل وحاجات زي كده. بس مش هتبقى دراسه كلاسيكيه بحت قوي كده عشان برضو ما تزهقوش، ممكن نطبق اللي خدناه على اغنيه او حاجه زي كده. يلا بينا بقى نشوف الكوردات ونشوف هنعملها ازاي. دلوقتي بقى هنتعلم اللي هما الفور سبانيش كوردز دول. اول كورد اسمه اي ماينر. تعالوا نجرب بالايد اليمين الاول نشوف الكورد بيتعمل ازاي، وبعدين نزود الايد الشمال. اي ماينر ده بيتكون من 3 حروف، من حرف الاي ومعاه سي ومعاه اي في نفس الوقت، تدوس على 3 حروف مع بعض كده، يبقى ده اسمه اي ماينر. تاني كورد هناخده اسمه جي. جي بدوس على الجي والبي والدي. فممكن حد يسأل هو انت مش قلت لنا قبل كده ان الجي ده في الحلقه اللي فاتت كان اسمه دي وجي وبي؟ اه ممكن هو اسمه جي وبي ودي، او دي وبي وجي، او بي ودي وجي. المهم الثلاث حروف دول هم اللي بيكونوا الكورد، فممكن تلعبهم زي ما انت عايز. فممكن جي العبه كده، او ممكن العبه دي وبي وجي وبي، او ممكن العبه بي ودي وجي. المهم الثلاث حروف يتجمعوا مع بعض لان هم دول اللي بيكونوا الكورد. ونفس الكلام في كل الكوردات. يعني مثلا لو ده A minor اللي هو بيتكون من A و C و E، يعني بيتكون برضو من E و C و A و A و C، يعني بيتكون برضو من C و E و A. مهم التلات حروف دول يكونوا موجودين فيكونوا لي الكورد. يبقى أول كورد في الاسبانيش كوردز A minor. تاني كورد اسمه G. G اللي هو G و B و D. تالت كورد اللي هو F و A و C، اسمه F الكورد ده. آخر كورد اسمه E، بيتكون من E وG شارب. G شارب بقى مش G عادية اللي هي السودة، وبعدين B مع بعض كده، يبقى A C E G B D اللي هو G، وبعدين F A C، وبعدين E G شارب B. والعب بقى عليهم زي ما انت عايز. مثلا طيب لو حبيت ازود حاجه في الشمال ممكن ازود ايه؟ الكورد اسمه A minor، يبقى ازود له حرف الA، يبقى ادينه ايه اللي هو البيز نوت بتاعته، يبقى صوتها كده. وبعدين مع G ازود G، وبعدين مع الF هزود F، وبعدين مع الE هزود E، يبقى كده اهو. ممكن نعملها او ممكن ده واحدة، يبقى الشمال ثابتة واليمين هي اللي بتعزف. عايز اخلي الريتم غني اكتر من كده شويه اعمل ايه؟ ممكن احط الكورد باليمين والشمال زي بعض اهو، يبقى ده كده يبقى ده كمان كده، يبقى زي بعض بالظبط. وبعدين الجي نفس الكلام، وبعدين الاف نفس الكلام، وبعدين الاي نفس الكلام.
تغير الريتم كمان بقى، تلعب زي ما انت عايز، يعني مثلا ايه حاجه كمان حلوه قوي. ممكن نعمل حاجه اسمها بروكن كورد. بروكن كورد يعني ايه؟ يعني بخلي الريتم او الكورد مفرط، يعني مثلا ايه، بصوا تحس ان صوته كتير قوي ازاي، بتلعب حاجات كتيره لكن هو في الاخر بتلعب على كورد واحد. ممكن ارجع على دول تاني. دي كده بنسميها باتر. صابعك حط اي صباع مع اي حاجه هيطلع لك حاجه كويسة برضه، يعني مثلا زي ايه؟ أنا كده بس ماسك الكورد في اليمين والشمال وعمال اللي الصباع اللي يجي على مزاجي أنزله، هغير اهو بقى الكورد. لازم اعمل حاجه معينه، يعني ممكن تيجي في دماغك باترن معينه او انت بتلعب بصوابعك كده، منك بتمرن صوابعك وبتطلع في الاخر نغمات كويس. طب لو عايزين نلعب ريتم، عايزين نلعب حاجه زي كده مثلا، حاجه زي كده تلعب ازاي مثلا؟ اتعامل بقى مع الصوابع دي على انها طبله. لو هتطبل بايدك نفس الحاجه هتعملها ازاي؟ اللي انت طبلته بايدك طبله على الكيس دي، هيبقى كده توم تاك تا توم تاك تا توم تاك تا توم توم، نفس الحاجه اللي انت طبلتها بالظبط طبلها بالشكل ده كده. وبعدين دوس بقى. صوتها بروفيشنال قوي دي. بصوا كمان لو لعبناها بقى من هنا من الاوطى من كده، هما بس انا رجعت مثلا من الصوت الاعلى اللي هو الهاي بيتش لللو بيتش، يعني الاوكتاف اللي قبل ده. بعد ممكن تاني طب افرض الريتم ده مش عاجبني، عايز العب اي ريتم تاني، عايزين نلعب ايه مثلا؟ حاجه زي الشرقي، الريتم المقسوم مثلا. ماشي، انا حطيت هنا البيز نوت بس اهو. هو فكرته ازاي؟ توم تاك تا توم تاك توم تاك تا توم تاك، انا بطبلها بايدي اهو، يبقى كده، يبقى اهو، يبقى ده هيبقى الدم. عايز تملاه شوية حط مثلا كورد كله. لو انت عندك تكنيك بقى اكتر من كده وعايز تجرب ايدك جرب. بس ده في مرحلة اصعب شوية، لان دي بتعمل كده، فدي بتلعب تلاتات، يعني حاجات كتيرة كده. بس انا بوريكم يعني الفكرة ان انت حتى لو سامع حاجة معينة تقدر تطلعها. تعال نطلع ريتم تاني زي الريتم الملفوف، اسمه بيسموه ملفوف اللي هو ده. فهو بالتجربة وبالارتجال، تقعد تجرب بقى، تمسك الكورد تقعد تلعب عليه شوية.
لازم بنفس الترتيب ده كده، لو بنفس الترتيب يبقى اسمهم فور سبانيش كوردز. طب لو غيرت الترتيب هيبقى برضو طبعا سبانيش كوردز، بس عادي تغير الترتيب، ممكن تلعب ده بعدين الاف بعدين الجي وبعدين الاي بعدين الاف تاني، اي ترتيب يعجبك. حاجة موجودة تقريبا في الاسبانيش كورس، عندهم اغاني كتير جدا. مثلا ايه طبعا هيحتاج تدريب كتير بقى، او ايه ممكن نجرب هنا شوية وهنا شوية. اخر تكنيك بقى ممكن ترجعهم وبعدين تروحهم تاني. زي ما شفنا كده طبعا الكوردات دي مهمة جدا جدا، هتساعدك جامد جدا وهتعلي التكنيك وهتظبط جامد وكده. لو استصعبتوها في الاول اعملوا زي ما وريتكم كده، اللي هو بطأ الدنيا خالص، حاول تعملها واحدة واحدة كده وامشي معاها واحدة واحدة، اللي هي هتظبط معاك طبعا مع الوقت وكده. بس كده اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في الكورس الجديد اللي هو في ليفل 2، وكمان هنكون شغالين في كورس التوزيع. شكرا.